يقول لي مبلغ من المال في البنك وسحبته كاملا، فهل يجوز لي أن أسحب أرباح هذا المبلغ أم لا؟ وهل أنفقه على أولادي؟ لا يجوز لك سحب الأرباح من البنك، لأن البنك يتعامل بالربا، وهذه الأرباح ربوية، فخذ رأس مالك فقط، ولا تعود لي لا تعود لمثل هذا العمل من الاستثمار عند البنوك، استثمار الربوي، هذا حرام. خذ رأس مالك وتوب إلى الله عز وجل. نعم.